قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وصل إلى القاهرة على رأس وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين. وأفادت الوكالة بأن حمدوك سيلتقي خلال الزيارة التي تعد الأولى له لدولة عربية عددا من كبار المسؤولين في مصر، حيث يتم بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.